أطلق المكتب الوطني المغربي للسياحة علامته الدولية الجديدة المغرب أرض الأنوار، التي تعد حجر الزاوية في عمله الترويجي الموجه للسياح الدوليين في الأسواق التقليدية والناشئة على حد سواء. هذا واحد اللحظة التاريخية في التاريخ ديال المكتب الوطني المغربي للسياحة والسياحة المغربية، انطلاق حملة ترويجية عالمية للعلامة التجارية السياحية المغرب، اللي هي تتبلور على حساب مملكة الأنوار كفكرة. المغرب تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وتهدف هذه الحملة إلى الارتقاء بالمغرب إلى مصاف الوجهات السياحية العالمية الأكثر جاذبية، وتعزيز صورته وخاصة لدى الأجيال الجديدة من المسافرين. الحملة الدولية تشمل ثلاثة مكونات أساسية تتمثل في الهوية البصرية الجديدة لعلامة المغرب، وفيلم قصير عن صورة الوجهة، والعديد من الإعلانات. المغاربة يكونوا فخورين أنهم يبينوا هاد التجربة للمسافرين العالميين، وهذه هي الفكرة اللي درنا في هاد الحملة الترويجية. العلامة الدولية الجديدة للمكتب الوطني المغربي للسياحة ركزت على مفهوم الأنوار باعتبارها أول ما يلفت الانتباه عند اكتشاف المغرب، كما أنها تمثل ثلاثة أشياء فريدة بالنسبة للمغرب وشعبه وتجربته، وهي الحركية والإلهام والإبداع.